أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية هي تحية الإسلام، والسلام من الله نهديه لكم. أيها الأفاضل، حديثنا في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء عن شهيدة مظلومة أخرى من شهداء السبي المحمدي. قضت نحبها غريبة مكلومة بجراحات الظالمين قبل دخول ركب السبايا إلى بلدة بعلبك اللبنانية. نعم، إنها بضعة المصطفى ودمعة المرتضى وكبد فاطمة الزهراء عليه السلام. هي مولاتنا وسيدتنا خولة بنت الإمام الحسين عليهما السلام. لذا أحبتي، فلنرحب سوية بجناب الشيخ حسين التميمي. أهلا وسهلا بكم جناب الشيخ. وعليكم السلام. الله. حياكم الله. الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يحفظكم. عفوا جناب الشيخ، بداية نبدأ حديثنا عندما نقرأ القرآن الكريم، هل تم تحديد هدف أو غاية من هذه القراءة؟ نعم لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أن من روائع القرآن الكريم هو الأسلوب المتخذ لتحديد الغاية والهدف المنشود. فعندما نقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، فهذه الآية الوحيدة التي تم تحديد الهدف والوظيفة بقوة. فعندما نتتبع ونسأل ما هي التي أقوام، فالنصوص الموجودة، الرواية الأولى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجيب الرسول محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله عن ذلك، فيقول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث غير مختلف فيه، متفق عليه بالإجماع الطرفين. أحسنتم. نعم أحسنتم. وفي رواية أخرى في كتاب تفسير البرهان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سياب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يسأل فيجيب الإمام سلام الله عليه، قال: يهدي إلى الإمام. فإذا من خلال هذه الروايتين نقول أن القرآن هو الثقل، ويهدي إلى الثقل الآخر، إلى الثقل الآخر. المقصود به الإمام جناب الشيخ؟ نعم. أحسن. نلاحظ أن القرآن يهدي إلى الإمام التي هي أقوم. لذلك نشاهد في القرآن الكريم عندما يريد أن يذكر سيرة أحد الأنبياء، يجب أن تكون هناك علاقة مع حياة الرسول صلى الله عليه وآله. ولعل المتعارف هناك 124 ألف نبي أو أكثر، لكن القرآن لم يذكر إلا 25. لماذا؟ الغاية من ذلك قد تكون يعني نتساءل لماذا؟ يجاب عليه هذا الحديث أن القرآن عندما يتناول سيرة من سير الرسول أو النبي في القرآن الكريم، هناك تكون علاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله من خلال ذكر أو سرد القصص أو الأمم أو الإخبار، لكي ماذا؟ يأخذون العبرة ويستفاد. من يستفاد؟ يستفاد سلوك سيرة أمة محمد صلى الله عليه وآله. عفوا جناب الشيخ، قد يتساءل بعض أيضا، يقول أن القرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أن يحصيها. نعم. إيش معنى أنه فقط 25 من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام جميعا فلم يذكرهم القرآن جميعا، فقط خص منهم هذا الرقم أو هذا العدد؟ هل هناك غاية؟ نعم هناك غاية. أي نعم.
هناك غاية. الغاية هو مواكبة الأحداث. يعني جملة نقول أن الأنبياء الذين 25 الذين يذكرون التي لهم علاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله مواكبة الحدث والتجارب اللي تكون جاهزة لسلوك أمة محمد صلى الله عليه وآله. مثلا على سبيل المثال نضرب مثال الغدير. هناك غدير في القرآن الكريم، غدير داود وطالوت، وغدير مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الغدير الأول كان ممهد لمن؟ لسلوك آل محمد، لسلوك أمة محمد، لسلوك أمة محمد. حتى ماذا؟ حتى أولا تطبيق وصايا الرسول صلى الله عليه وآله، والأخرى مرضات الله سبحانه وتعالى. فهنالك أحداث مع 25 نبي، أحداث متواصلة مرتبطة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أحسنت. عفوا سماحة الشيخ، قد يكون الغاية منها يتساءل البعض أنه كل نبي وقصته وما جرى معه في حياته أو في رسالته مرتبطة هذه الحادثة برسولنا الكريم. نعم. يعني من باب أنه يقول يأتي يأتي نبيا من بعدي يكون خاتم النبيين، عليكم أن تطيعوه وهو يكون خاتم للأنبياء. هذا من باب أنه الذكر، أو من باب أنه يقول إن عليكم الإطاعة لمن يأتي من بعدي. أحسنت. وهذه القصة تكون استدلالية. عفوا. نعم أحسنتم، بارك الله بكم. نعم هكذا هكذا تكون مترابطة ومتسلسلة وزمنية، وتخص سلوك آل محمد حتى يأخذ بهم إلى أين؟ إلى البر والصلاح وتطبيق وصايا الرسول صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء يجب أن تكون قصصهم مرتبطة مع الرسول صلى الله عليه وآله. قد يكون بالبداية أو بالنهاية، يعني قد تكون بداية البعثة النبوية متوسطة أو بداية الرسالة. نعم. نعم. أحسنتم. أو تكون متوسطة. نعم أحسنتم. موفقين جناب الشيخ. الله يعطيكم العافية. نعم. عفوا جناب الشيخ، ماذا يستفاد من الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نعم. هل هناك استفادة؟ اليوم جميع نقرأ هذه الآية، قد يكون البعض منا يمر بها مر الكرام. ما هي الكرامة؟ ما هي التقوى؟ وما هي العبرة؟ وما هو الهدف الذي نأخذه من هذه الآية؟ نعم، هذا حصل فيها كلام وآراء كانت يفهم منها البعض، أو يقولون أن هذه الآية ألغت جميع الامتيازات وجعلت امتياز التقوى هو الأصل، وهذا غير صحيح وغير ممكن. أن القرآن الكريم ذكر امتياز، يعني عفوا جناب الشيخ عذرا المقاطعة هنا، نعم. التقوى لم تكن مقياسا أو ميزانا من باب التفاضل، ثبت فقط تثبيت التقوى كعلامة من باب التسمية، أما كيفية، نعم. لا يعمل به. الكيفية موجودة عفوا، والتقوى موجودة وثبت التقوى، لكن الجوانب الباقية للقرآن الكريم لم تلغى، وإنما هذا مفهوم خاطئ. يقولون قد ألغيت جميع الجوانب، جميع الامتيازات، فقط الأصل هي التقوى، عندنا التقوى فقط. فمن هنا عندما نتدبر في القرآن ونرى تعابير وبلاغة القرآن الكريم، نجد أن الآية أو القرآن الكريم لم يلغي جميع الامتيازات، وإنما ثبت امتياز التقوى للمؤمن. هل يوجد عفوا معذرة امتياز آخر غير التقوى مثلا؟ نعم موجود، لكن مجرد إشارة. جناب الشيخ، التقوى يعني بمضامينها من صلاة وصوم وإصلاح وذات البين وزكاة وخمس، هل هناك امتياز آخر يفضل الإنسان؟ نعم يوجد امتياز آخر يجعل له تقوى، يوجد امتياز آخر إلى هذه المرحلة. عفوا، لكن نحن نشير إشارة سريعة من رخصتكم، أن هذا الامتياز يفهم من البعض أن القرآن حارب الامتياز المزيف الذي يكون مفرق ومموه، تمويه للتمويه، حارب هذا اللي ثبته الاستعمار، ثبته الاستعمار حتى يشق أصل المسلمين، حتى يوجد الفتنة. فالقرآن ألغى والإسلام حارب هذه الامتيازات، وإنما شجع الامتيازات الحقيقة. على سبيل المثال على سؤالكم، العلم. أحسنتم. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. الجهاد يكون مقياسا في بعض الوقت برأيكم جناب الشيخ؟ نعم. هل يكون مقياسا؟ يعني الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أحيانا العلم يكون تقوى، ممكن. نعم.
هناك كثير من الناس عالم مو ديني ولا عالم فقهي، ممكن يكون عالم فلك، عالم رياضيات، يكون عالم في الهندسة، في مجال الهندسة، هذا هم كذلك يصل إلى مرحلة الكرامة أو يصل إلى مرحلة التقى. لم يحاربه الإسلام، هذا علم يستفاد منه، يستفاد منه في الإسلام، يستفاد منه في الفلك، اللي يأخذون به بعض الجوانب المهمة. وإن كان التدين، يعني ما إن كان إنه الجانب التديني لم يكن مسلما، يكون مسيحيا أو يهوديا، تنطبق عليه هذه الآية لو فقط إنه إن أكرمكم كعمل إن الله أتقاكم. كعمل. كعمل يعتبر كعمل. أحسنتم. كعمل. نعم. إيه نعم، هي صحيح الآية تنص على المسلمين، لكن نعم. هنا إن أكرمكم عند الله لم يقل لا مؤمنين ولم يقل مسلمين، بل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خاصة المؤمن. أحسنت. إن أكرمكم باب التقوى. نعم. هل تخص المؤمن؟ تخص المؤمن، لا تخص الغير مؤمن. المؤمن بامتيازاته كما نعم. ذكرتم. نعم، امتيازاته، امتيازاته في التقوى امتياز جيد، العلم امتياز جيد، الجهاد، الجهاد ماذا به الجهاد؟ يأخذ الإنسان إلى أعلى أعلى المقامات، والتقوى الذي أوصى به الرسول وأوصى به المؤمنين، التقوى في العمل لها درجات سماحة. نعم، مثلا نضرب أمثلة قرآنية. أحسنتم. قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يعلم واللا يعلم متساوين؟ طبعا لا، غير متساوين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أي باب المستوى الفكري والعقلي. أي نعم، الآية تقول نعم، هل متساوين؟ لا. لو جاء إنسان مجاهد وعفيف، أو عالم جعل من جوارحه في خدمة الإسلام والمسلمين، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ أكيد الإسلام نعم. يجعل لهم امتياز خاص. لو جاء مؤمن أو جاء شخص، نقول جاء شخص وله امتيازات ووصل إلى كمالات وإنسانية جدا عالية، ماذا؟ هل نساوي مع الآية التي تقول أولئك كالأنعام بل أضل سبيله؟ لا، أكيد طبعا لا. أي نعم. فلذلك القرآن جعل هنالك امتيازات. أحسنتم. يعني امتيازات، ولم يلغي جميع الامتيازات، شجع الامتيازات الحقيقية، قلنا الغير مزيفة. هذه كلها تشمل التقوى، من باب أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سماحة الشيخ، هناك بعض الناس مثلا لم يصل إلى مرحلة علمية أو لم يتفقه في دينه، مثلا صائم مصلي بصورة الاعتيادية، لكن لم يؤذي أحدا، لم يؤذي جاره، معطي حقوق العائلة، معطي حق الطريق، حق السلام، متوافقة عليه الأخلاق الإسلامية، نعم، لكن لم يعمل عمل معين يصل به إلى درجة علمية مثلا يتميز بها عن الآخرين، يكون مهندسا، يكون طبيبا، أو يكون عالما، جميع المجالات، مجاهد في عمل. أحسنتم. هذا فقط ملتزم بالجانب الأخلاقي الشخصي الذاتي، هل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ نعم. باب التقوى. نعم، من باب التقوى. نعم، بل قلنا الامتيازات، التقوى هذا امتياز شخصي، عفوا امتياز الشيخ، امتياز الأخلاقي. حضرتكم ذكرتم سابقا أنه قد يكون عند فد عمل معين ينتفع به الآخرين، بعض الناس عند فد عمل شخصي ذاتي لم يؤذي أحدا، لكن هو عمل بسيط، مجرد أنه يخدم نفسه بنفسه، يعني ما يخدم الآخرين، ما عنده فرد عمل ينتفع من عند الآخرين مثلا، لكنه لم يؤذي أحدا، يفشي السلام على الصغير والكبير، إيه نعم، هل تنطبق عليه هذه الآية؟ أو هناك امتيازات يتميز بها المتقين الذين تخصهم هذه الآية الكريمة؟ عفوا، نحن قلنا الامتياز التقوى، القرآن ثبت الامتياز التقوى، جعل إشارة المؤمن هي التقوى، وهذه التقوى لن نتنازل عنها لأن القرآن أشار إليها، لكن هنالك امتيازات يشهد لها البلد، يشهد لها الوطن، يشهد لها المؤمنين الآخرين، كامتياز الجهاد، هذا يمس جميع الطوائف. أحسنتم، يعني المصلحة تكون المصلحة عامة تكون، ليس شخصية. أحسنتم. نعم، هذا من باب التفضيل ومن باب التخصيص، يعني أنه التقوى هنا تخص الذين يعملون على مستوى عام، على عمل تضامني. القرآن خاص فئة، القرآن لعله تتكلم على أن الامتيازات الخاصة،
القرآن سمعت الشيخ، يعني هناك فرق بين أنه المتقين درجات صح؟ نعم المتقين نعم. درجات نعم. ممكن نقول الآن أنه من هذا الإنسان اللي كان ساعيا لرزقه، لم يؤذي أهله، لم نعم. يؤذي جاره، مشيا للسلام، يطعم الفقير، يساعد المحتاجين، لكن ما عنده فرد عمل ينتفع منه الآخرين مثلا بصورة نعم. عامة، مجرد فرد عمل ذاتي شخصي نعم. هذا أكيد بحد ذاته جيد، لكن الأكثر من عنده أنه نقول هذلك المجاهد مثلا اللي ينال فرد مرتبة أعلى، طالب العلم يصنع فرد آلة أو يقوم بعمل شيء معين ينتفع الإسلام. منه الآخرين أحسنتم. بيضة الإسلام، الدفاع عن بيضة الإسلام. أحسنتم نعم. عفوا جناب الشيخ، هناك سؤال يقول ما هو الامتياز الخاص الذي أعطاه الإسلام لأهل البيت وخصهم بها؟ نعم الامتياز الخاص، احنا ذكرنا عفوا يكون موضوعنا مرتبطا إن شاء الله بالامتيازات. نعم الله يعطيكم العافية. الامتياز الخاص الذي خصصه الإسلام وراءه كثيرا من خلال القرآن، ذرية بعض من بعض، ومن خلال السنة، الذي يؤذي الذرية يكون حجاب بينه وبين رسول الله نعم. يعني لا شفاعة لهم نعم. فالجهة الأولى نعم. التي خصت الامتياز أو خص الله تعالى لهم الامتياز الخاص هم ذرية الرسول صلى الله عليه وآله. أولا من جهتين نتكلم، الجهة الأولى أن هذه الذرية كلها منتسبة أو الانتساب يكون من آدم إلى رسول الله، أي كلهم طاهرون، كلهم طاهرون، والشواهد موجودة. هناك تعبير قرآني يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين، هذه إشارة واضحة وجلية على أن التقلب بين الأنبياء، بين أصلاب الأنبياء، دلالة على الطهارة. والشاهد الآخر هي في الزيارات، عندما نقول كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، فهذا جانب جدا عالي جدا. الطهارة تميز هنا، وما المانع؟ نقول للجهة الأخرى وما المانع؟ لقد خص الله تعالى سبحانه وتعالى بني إسرائيل، جعلهم فضلتكم على العالمين بالرغم الأعمال المزرية التي كانت اللي كانوا بها. فهنالك آيات قرآنية، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، هذه آية. الآية الأخرى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إذن نسل الرسول، ونسب الرسول نسب عالي جدا، وهو نعمة من الله تعالى. لماذا لأن أخرجنا من الوقوع أو خلصنا من الوقوع أين؟ في الهاوية والتلبس بالجهل، وضعنا في أعلى مراتب. كانت خصوصية الطهارة نعم العبادة، الطهارة الإنسانية وضعنا فيها، فهذه حقيقة تحتاج إلى نعمة وشكر خاص لهذه. فعلينا أن نعمل بالشكر ونعمل بالنعمة، لأنهم ماذا؟ جعلونا نحس بإنسانيتنا، جعلونا بين رحمة الله تعالى. رسول الله أنقذنا من الجهل، أعطانا العلم. الأجانب البروفيسورية في العالم في أوروبا يقول نحن لم نعرف الطهارة إلا من رسول الإسلام محمد، لم نعلم ولم نعرف الطهارة، وإنما تعلمناها من الإسلام ومن رسول الله. فانظر إلى النعمة أين. أحسنتم جناب الشيخ. عفوا جناب الشيخ، من هنا يأتي سؤال بسيط، هل يعني الاستفادة تكون من العترة والرسول صلى الله عليه وآله مختص على مستوى الطهارة، أو هناك أعمال أخرى في حياتنا اليومية من عبادات أو معاملات؟ جميع الأنبياء كما ذكرنا سابقا أنه هل جاءوا بالتعليمات على مستوى الطهارة، أو أدبوا الناس على ذلك، على المعاملة أو على العبادة عفوا؟ نعم الرسول الله صلى الله عليه وآله يقول وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. بعثة رسول الله واضحة جدا، الأنبياء السابقين كلهم لم يتموا نعمة الأخلاق، فالرسول الله صلى الله عليه وآله جاء بالأخلاق
بمستويات عالية جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يتكلم ويصف رسوله كيف قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الامتياز الأخلاق رسول الله جعله ماذا؟ هو الأعم في بعثته المباركة وغيرها من الأمور. موفقين جناب شيخ، أحسنتم، الله يطول عمرك، وشكرا جزيلا لكم. وكذلك الشكر موصول للسادة المشاهدين الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. دمتم برعاية الله وحفظه، في أمان الله.